Hello Grade 5. خلينا نحكي اليوم عن الريسبيريشن. شو بيصير لما نحن نتنفس؟ هذا هو الريسبيراتوري سيستم، السيستم يلي بيساعدني احصل على الاكسجين غاز من الهواء يلي انا بتنفسه. هذا الاكسجين غاز يلي انا بعوزه لضلني عايشه، وكمان الريسبيراتوري سيستم بيساعدني اتخلص من الكربون دايوكسيد، هذا الغاز يلي ما لازم يضله بقلب جسمي. فإذا لما أنا أخذ أكسجين وطلع كربون دايوكسيد، أنا بكون عم بعمل ريسبيريشن. هيدي العملية اسمها ريسبيريشن. أول شيء بيفوت الهواء من خلال النوز، اللي هو أسلم طريق ليفوت منه الهواء. ليه؟ لأنه في عنا شعيرات بالنوز بنقوا الهواء، بنطفوه وبسخنوا لهذا الهواء. هذا الهواء مفروض يكون غني بالأكسجين، بكفي من النوز على التراكيا أو الويند بايب تسميها، then بكفي على قلب اللانجز. هذا الهواء يلي هو غني بالأكسجين. مقابل هذا الهواء بدو يطلع عنا هواء غني بالكربون دايوكسيد، هذا الغاز يلي ما لازم يضله موجود بقلب جسمي. طب منين اجى هالكربون دايوكسيد ولوين راح الأكسجين؟ بتتذكروا الاير ساكس اللي هن الالفيولار ساكس؟ بيبعتوا الأكسجين على الدم على البلد وبياخدوا من البلد الكربون دايوكسيد. الديافرام هذا العضل اللي موجود تحت اللانكس بيساعدنا نعبي اللانكس بالهواء. كمان هذا الديافرام بيساعدني اتخلص من الهواء اللي انا ما بدي اياه، بيساعد اللانكس انهم يبعتوا هذا الهواء لبرا. هذا الهواء عادة بيكون سخن، وجربوا هذا الشيء إذا بتحطوا إيدكن على تنكن لما منطلع الهواء من أنفنا ومن تمنا. السموكينج والبوليوشن هني شغلتين بيأذوا لي الريسبيراتوري سيستم، بس الإكزرسايزز التمارين وإنه نتنفس هواء نظيف هني شغلتين كتير مفيدين وبيحفظوا لي على صحة الريسبيراتوري سيستم تعولي.